وطالب بإطلاق سراح الزعماء وإلقاء القبض على القاتل الهارب. إيها، ليش مو واضح مين اللي عملها؟ لا، أنا مو مقتنع بهالقصة أبداً. عجيب، كيف البني آدم له رفيق واحد بس بيطلع له ألف عدو وهو ما له ذنب فيهم، وما بتكشفهم إلا لما بتوقع. تحقيق شغال، كمشوا حدا؟ مشكلة إنه انكمشوا، وفي ناس هربوا، شي على العراق وشي على الأردن، مع إنه معروف إنه ما ممكن يعملوها، بس هربوا لأنه فهموا الحكومة والمندوب السامي شو ناوي. يا حبيبي، معناها قعدتنا هون مطولة. ما تاكلها، كل كم يوم ندبر لك مكان تاني. شو عم ساوي يعني عم كنس؟ مو اليوم الصبح شطفنا؟ ايه والله راح عم بالي. يلا زيادة الخير خير. بعدين انت من امتى بتتدخلي بهيك شغلات؟ هادي لشوف شو قصتي؟ معك حق. لك عم برجع الطاولة ساوي لي فنجان قهوة. على عيني. يلا يلا. خير؟ يلا عيني. ايه يلا على عيني. يلا لك انت شو عم تقول؟ شو عم تحكي؟ بدك تجنني؟ كل كلمة قلت لك اياها صحيح. هلا فياض الأحمد هو نفسه فياض الشاذري؟ ايه. هو الولد اليتيم اللي أخده روجيه لبلان؟ ايه. مو معقول. لكن يا علامتي أنا، لك من بين كل الشباب ما لقيت عادي غير أخي. لك أخي اللي صار لي سنين عم دور عليه. عن جد شي مو معقول. أنسة ليلى؟ لك أنا اللي خليتهم يحرقوا لي الجريدة، وأنا اللي أصدرت بيان بهدر دمه. وأنا أنتي؟ استغفر الله العظيم، يا ريت تطلعوا بيان تاني يتعدلوا فيه مواقفكم. ما بصير واحد وطني مثل فياض يتعامل هاي المعاملة. دخلك يا أستاذ إياد، خدني لعنده. ليش عندك خطة تانية مش عم تقتلي؟ ولا فكرتيني مصدق كلامك؟ أنا ممكن أغفر كل المصايب اللي وقعت علي، يعني ممكن أغفر للي سبوني وضربوني وحرقوا لي الجريدة، بس مستحيل أغفر للي قتلوا الشاب بندر واتهموني أنا دونا عن كل الناس بقتلوا. مستحيل أغفر لهم. ليش أنا اللي رح أغفر لهم يعني؟ وشكله مو ناوينكم شو القاتل. بلا كمشوا كتير بس ما حدا اعترف. شو استفدنا؟ معناتها قاعد في هون مطولي. فياض اهدى. روق، اساسا نحن ما فينا نخليك بمكان واحد فتره طويله. يا اخي انا مو مشكلتي بحبستي بهذا البيت، بس انا مشكلتي الحبسه كلها، ما عاد قدران. معك حق، بس ما في حل ثاني. استغفر الله العظيم، يعني انا هلا هيك بدي اقضي حياتي كلها هربان ومتخبي؟ لك كان قدامي يا اخي ولو ما قدرت اشوفه. ليش؟ هي صار فيك تشوفي؟ ليكك عرفتي وعرفتي انه بالبلد. لك شلون بدي اقدر اشوفه انت الثاني؟ رح ابوس ايده لاياد يدلني وين محله، ما رضي يقول لي رفض. طبعا بده يرفض، شو بعرف انه ما حتكملوا الخطه وتقتلوه؟ هالمنشور كان غلطه كبيره. لك والله العظيم بعرف انه غلطه وجريمه كمان. طيب وبعدين شو بدي ساوي؟ خلص روقي، انا بروح معك لعند اياد وبنشوف شو الله بيدبر. والله ضايق خلقه كثير يا منصور. ما له متعود على الحبسة، خاصة ببيت كله نسوان. بس هذا الحل الوحيد اللي لقيناه انه بيحمل فياض. لكان معقولة؟ معقولة هلا ما لقطوا للقاتل؟ لك هذا مو عادي، هذا الزعيم. والله ما حدا عمل هالشغلة غير هالشخص الغامض.
دخلكم بدي اسالكم، حدا بيعرف عنه شيء؟ تعامة بلد بكامله ما حدا بيعرف عنه شيء، لا اهل لا عيله ولا منين جاب مصاري هالجريده. والله ما بعرف منين جاب هالمصاري كلها، مبينه هو يعني هو. الله العظيم جاي على بالي قوم واعمل له كفين. لا الله يسترك، لا مو ناقصنا مشكله هلا، مو وقتها. لك ما عاد سكت، ما عاد سكت. طلعتي له الفطور؟ ايه. ايه هاتي انا بطلع له اياه. لا انا بطلعه ما يهمني. لا لا في كلمتين بدي احكيهم معه، هاتي. صباح الخير. صباح الخيرات، خلي عني. لا 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 خلي عنك انت. تفضل. كم معلقة سكر؟ نص معلقة. أكل رجال الجبل؟ جبال؟ أنه جبال؟ شلون أنه جبال؟ ليش أنت مو من السوار؟ مو من رجال الجبل؟ لا لا أنا صحفي. صحفي؟ شو يعني؟ بكتب بالجرائد. ها فهمت عليك. طبعا أنا مثل ما فهمت قصتك ما فيني أتأخر كثير، عندي شغل. أول شيء أنا بدي أتشكرك إنك إجيت. تاني شغلة أنا إجيت مع ليلى خصوصي مشان تتأكد من صدقها. يا ستي أنت على راسي، بس أنا للأسف الشديد ما فيني أعمل شيء. بس أنا لازم أشوفه. أنا قلت له فهمته كل شيء. إيه خلص هو سامحكم على اللي عملته. لا يا سيدي ما خلص، لأنك ما قلت له إني أنا أخته، أخته ليلى. أخته؟ شو نحن عايشين بألف ليلة وليلة؟ صدقها. أنا بعتذر، لازم أمشي. قلت لحالي مو معقول ابدا، رجال الثورجيه بالجبل بيطلعوا بالعين هيك دغري، ما بيخافوا من شيء وما عندهم شيء مخبى. بس هذا صحفي. شو يعني صحفي؟ انت ما بتعرفي شو يعني صحفي؟ لا والله. ايه صحفي يعني بيكتب بالجرايد. بالجرايد؟ ايوه. قوموا قوموا مستر قوموا. لا لا زينب حطي على راسك.
الله يخليك لا تفتح لي سيره جريده نوب. نيم لي اياها هلا تنشوف شو بده يصير بهالمسكين. يعني انا عم اقول لحالي نزل لنا كم مقال ندافع عنه، على الاقل نقول للناس انه مو معقول واحد من الخفيات يعمل هيك عمله. اول شيء هو صاحب الجريده المسؤول، يعني اذا بدنا ننزلها بدنا ننزلها باسم مين؟ باسمه باسمك، مو انت شريك معه؟ الجريده باسمه هو، يعني اذا نزلناها معناتها نحن على اتصال معه، يعني بنعرف وينه، يعني مسترين عليه، وهيك اكيد رح يلاحقونا ليعرفوا مطرحه ويؤذوه ويؤذونا ويؤذوا الناس الطيبين اللي مخبيين، او رح يلاحقونا قضائيا بتهمه اصدار جريده بدون مسؤول او بدون صاحبها المسؤول. يعني مسكر مؤقتا، بس مؤقتا لينكمش القاتل الحقيقي ويتحاكم وتبين براءة فياض. هات شو هات شو هات ايدي الله وكيلك، هي صفرة ملوكية ما في منها تنتين بالشام، خصوصي هلا ايام الحرب ما حدا ملاقي ياكل. ما تخطي معلش خليه يتونس، حاجته قاعد فوق مثل ما حبيس بالفرنجة، خليه يحس حاله قاعد بين اهله. شو عليه؟ بتعرفي ام عمر انا ما عاد فهمت عليكي. شلون يعني؟ يعني ام عمر مانك خايفة من كلام الناس؟ قالوا ناس هدول؟ بعدين شو بده يهمني بكلامهم؟ اه ليش نحن عم نساوي شي غلط لا سمح الله؟ هذا الشاب مثل ابني، وبعدين هذا مجاهد وضايج من الحبس لحاله، شو بيصير بالدنيا اذا امنا بواجبه شوي؟ اه كملي مريم كملي. كنت فكرتك شامي. لا انا خلقت بشيزر. شيزر؟ احكي لي وين هي؟ شوي عن باريس. الباب مريم. ايه منو هاد؟ انا. مرحبا. اهلين استاذ اياد، تفضل. يعني حاجته بدي ناكل أكثر من اللازم. ليش كمشو القاتل؟ لا. طيب
هو قال لك انه متضايق شيء؟ لا ابدا. طيب عندكم ملجأ تاني لإله أأمن من هون؟ للأسف لا. طيب الله يصلحك، ليش مستعجل؟ يعني بتعرفي الرجال ما له متعود على الحبسة. ليش هو قال لك هيك شيء؟ لا أبدا، بس فياض صاحبي وأنا بعرفه منيح. طيب اسمع مني، خليه يقعد هالكم يوم هون لحديت ما تهدى الأحوال برا، على القليلة بيفتح باب البيت وبيطلع هو مطمئن. ما؟ غريب، فياض نفسه ما لقيته متحمس ليترك البيت. على كل حال هذا بيت الشيخ حمدان، ما حدا بشك فيه. سيدي الله يبين لنا الحق، رجع فياض. يا رب. ما كان في حدا بالجبل إلا وبيعتبر صياح بمثابة العقيد تبعه، ومع هيك كانوا ينادوا له صياح وبس. أنا بعرف كانوا ينادوا له أبو نوفل، مو هيك؟ إيه بلا هون بالحارة. إيه بس بالجبل كانوا ينادوا له صياح. الله يرحمه. تعيشي. يعيشوا أحبابك. عيونك تشوف صياح كيف كان يزت حاله على الفرنساوي، تقول عنه ابن 16 17 مو هيك؟ حدا لا بيستهاب الموت ولا بيعرف الخوف أصلاً، وساعتها تلاقي هالشباب كلياتهم ركض ورا. خلص هو نزل. صباح النور، شو شايفة اليوم شمستنا مو عالية؟ ايه والله جوعانة. هاد الفطور لفياض؟ ايه حبيبتي هاد الفطور لفياض، هلا بخلص بحطلك احلى فطور الك. ايه طيب بدك شي معاونة؟ بدي سلامة قلبك. هلا بودي هون بسرعة وبجي بحط لك فطور. ايه ايه يلا يلا تقبريني بعدي لقلي. خدني معك على باريس، أنا بحبك زينب. ولي على قامتي، لك الله يوفقك يا زينب على هالعملة. معقولة هالغلطة؟
جبت الصينية وقعت والورقة طارت وما كان شافها. يا الله شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل؟ هذا الأستاذ إياد خذوا طريق. ما هذا اللي كان ناقصني، يجي إياد ويورجي فياض الورقة. شو بدي أقول علي إياد؟ شو بدي أحكي إذا شاف الورقة؟ يا بشوم عليكي يا زينب، يا بشوم عليكي. البيت يلي لقيناه لك اياه بعين ترمى، شو رايك؟ ما بعرف فياض حبيبي، مثل ما فهمتك قبل، امنيا ما بصير نخليك ببيت واحد. اخي خلاص ما بعرف، انت تصرف. يعني امرق اليوم المساء اخذك؟ لا. ليش؟ خلاص مو مشكله، كمان يومين. يعني انت هيك بدك؟ بس هذا الحكي يعني لا يا اياد، يومين شو راح يصير؟ طيب مثل ما بدك. طب شو مشان الجريده؟ نورني. كمان تحملني شي يومين. انا اسف لك الكلمه بس يعني اول مره ما بفهمك. اياد قلت لك انه انا ما بعرف، يعني ماني عرفان شي. بعدين عم بستنى. شو عم تستنى؟ ما بعرف، عم بستنى شي شغله طالعه من الحيره اللي انا فيها. شو هالحكي؟ وين بده يكون راح؟ بعرف.
طوشوا لي حجري. اول شيء حرقوا لي جريدي، اتهموني بقتل الشهبندر، ما بعرف عم يسبوني بالجرايد، مو صفيان غير طالوني جاسوس. اياد، هلا برايك انا لو بقيت بفرنسا مو كان احسن لي؟ مثل بعضه، الحرب قامت والمانيا بفرنسا، يعني قدرك لاحقك لاحقك. كول، صرنا زمان ما قتلنا مع بعض. هلا انا تركت حبس لقعد بحبس، قوم. لوين؟ اي محل مهم برات البيت. اخي ما بدنا حدا يشوفنا مع بعض. خلص ما عاد تفرق معي انا، بعدين مو قلت لي انه التحري ما عاد بده مني شيء، خف الطلب علي، صار عندي اياد مشان الله لا تشلق العالم علينا. لا خلصنا اياد. كول وانبسط، كلنا رح نموت. اخي انا بقدر كثير انك انت طلعت من حبسة البيت وهذا الشيء بفهمه منيح، بس المشكلة مو فيك، المشكلة بالعالم، إذا حدا عرفك والله بيعملنا مشكلة. لك اياد خلصنا بقى. أنا صرت هلا أعرف معنى الحياة. الحياة ما فيها شيء. أهم شيء تلحق انبسط تبعك وبس. كول كول انبسط حبيبي كول، هات هات تعال. يا الله شو ضحكنا اليوم. الله يعطينا خير الضحك وخير الدق. يلا يلا استاذ اياد، وين الاستاذ فياض؟ وطي صوتك، موجود. شو بدك منه؟ حسيبه خانم بدها اياه يروح على البيت هلا 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 هلا. ما بصير. قالت لي ما ارجع على البيت لحتى اخده معي. استني استني انا بفتح. بركي هو يا مو نحن بعتنا وراه. ايه ما على شيء، انا بفتح اوجب. مين؟ انا مريم. اهلا استاذ فيا، تفضل. هيك يا استاذ فيا، شغلت لنا بالنا عليك لتكون نسيان انك امانه برقبتنا. لا تاخذوني يا جماعه، انا تعبان شوي بدي اطلع ارتاح. طولي بالك يا ليلى الا ما تلاقيه. لك وين بدي لاقي يا خو؟ لوين؟ حاولت الحق اياد وما عرفت منه وين فياض، ومثل ما بتعرفي زياد ما قدر يعرف عنه شيء. لك ليكون مثل ما قالوا لنا، بعد ما اتهموه بقتل الشهبندر هرب برات البلد. ولي علاقتي عليك يا اخي؟ يا ترى وين ارضي هلا؟ طولي بالك طولي بالك. ان شاء الله دايمه صحتين وعافيه.
معمار، ممكن نحكي معك كلمتين لحالنا؟ ايه تفضل. مريم تقبري قلبي، تعيلي تعيلي. على شو؟ انت بس تعيلي، بس تعيلي. ايه ان شاء الله الله يوفقك يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. زينب، عم تطلب بيت زينب؟ إلي الشرف طبعا اذا ما عندك مانع. طيب انا بستأذن، انا طالع على الاوضه وبدو فكر. والله يا ريت، السكر اختفى من البلد. معقول سيدنا؟ معقول انتو تقولوا هيك؟ شوفت عينك، هي الاكياس كلها فيها طحين وبرغل وحمص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عن اذنكم مولانا. تعال هون، تعال 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 هون. وين رايح؟ مشوار صغير ما بطول. وين رايح؟ مولانا احكي شو في؟ شفت الرجال عندك محروق على سكر، قلت لحالي بساعده. ليش انت في عندك سكر؟ انا؟ يا ريت. لكن شلون بدك تساعده؟ مولانا احكي وعلي الامان. احكي. بصراحة أنا بعرف جماعة مخزنين سكر كتير ومو رضيانين يبيعوه. ومين هدول؟ إلا بدك تسمح لنا مولانا. طيب ماشي. تابعون لأنه السوق ما في سكر بنوب. مشي. وشو بيطلع لي من القصة كلها؟ بيطلع لك ربع الربح، نصه يا سيدي، سمي بالله وتابعون. بس ما لي علاقة لا بالتوزيع ولا بالبيع. ها انت ما لك علاقة غير انك تحط لي ايدي على السكرات. اتفقنا. السلام عليكم. بأمان الله. جاي لهون، شو بدك فيني؟ وصلت على البازار متأخرة يا شيختي، لقيت الشراية سابيني. شو انتي ما عندك أهل؟ مالك مربية؟ عم تلعبي مع واحد غريب؟ إلا سافر معي وهي ما حدا بيعرف وينه، وهيك بتضيع الطاسة. شو رأيك؟ شي عضوي ما في، يمكن صايبها هزة بدن. على أساس كتير صعبة لتقولي تهمة. شو مريم؟ روح جيب الشيخ. يا مسكين على هالغربة، تاخدك من البلاد لبلاد. قول لفياط يرجع. دخلك شو صار بكنز ام عمار؟